لو الحكاية فيها إن فيتو بالنسبة بقى للأسعار قطع غيار معظم قطع غيار أسعارها حلوة كويسة يعني بس في زيادة مع مثلا أسعار الزيت الزاكي والزيت الباور والحاجات دي يعني بس حالة السوق تعبان يعني في ركود مش العملية ماشية على طول يعني في حالة ركود في الأسعار يعني حالة يعني هبوط في البيع والشراء والحاجات دي. قطع الغيار متاحة كل فترة؟ متاحة موجودة المستورد موجود عنده باستمرار؟ موجودة عنده أسعار زيادة البترول أثرت عليكم؟ بتأثر طبعا تعاملات النقل والحاجات دي بتأثر على أي منتج سواء منتج قطع غيار غذائي أي منتج يعني بتأثر عاملات النقل دي مهمة جدا يعني لازم تأثر على أسعار قطع غيار في أي مشاكل بتواجهكم في السوق؟ لا مفيش مشاكل بس هو يعني قلة الشغل والحاجات دي بتأثر طبعا على الشغل يعني العمل والمصاريف بتاعت المنازل والطلبة والحاجات دي الصباح مسؤول عن الاسره بيك الاسم جمال الشهاد محمد عيد في سوق التوفية صاحب محل قطع غيار صاحب محل قطع غيار بس السوق التوفية البيع والشراء عامل فيه ازاي؟ الحمد لله رب العالمين مفيش ركود اليومين دول؟ لا مفيش ركود لا في ركود شويه يعني لسه مفيش السوق شويه وايه تاني السبب هو لا ما فيش اصلا بيع وشراء دخول دولار فيش عمله اصلا ما فيش سيوله في السوق هو ده السبب يعني ربنا يسهل الشغل السوق شويه وهي تمشي العمليه لان دلوقتي حاليا الناس ما معاش فلوس عشان تشتري اسعار كده بيجي ياخد شغل كان بيغرب ب 1000 جنيه يملى شنطتين ثلاثه دلوقتي ممكن ب 500 جنيه ممكن الشنطه يملاها 5-6 آلاف جنيه الأسعار يعني. زادت؟ لا ما زادتش لا الأسعار في يعني شوية بتزيد يعني شوية بتزيد شغال في سوق التوفية ليا 7 سنين الحالة اليومين دول صعبة شوية عشان عامة الأحوال الجوية بتاع البلد والسوق تعبان برضه عشان دخلت المدارس احنا عارفين دخلت المدارس وكان العيد والجو صعب على الناس يعني عامه اللي بيجي يشتري ما كانش حاجه مهمه للعربيه ما بينزلش بقى يقول لك شويه كابليات ما كانش حاجه لازم عاوزها للعربيه ما بيجيش يدفع فيها فلوس اي حاجه تانية يعني شويه كابليات الملمع مش عارفين الحاجات دي ما فيش حد بقى بينزل الا على الحاجات المختصه عشان كده تلاقي الشارع فاضي والعملية تعبانة على الآخر يعني. بضاعتك متاحة عند المستورد على طول؟ البضاعة موجودة بس مفيش زبون. الزبون اللي عنده المشكلة. الزبون هو اللي مفيش زبون. الركود بقى له قد إيه؟ دخل دلوقتي على بتاع 6 شهور أهو. 6 شهور؟ من قبل العيد الصغير، قبل رمضان عامة يعني. سعر البنزين لما رفع معاه سعر القطع الغيار؟ كل حاجة زي ما هي، مفيش حاجة رفعت ولا حاجة دي. هو زي ما هو بس الزبون هو اللي تعبان بس ما اكتر بالنسبه لاسعار القطع غيار هي نفس الاسعار يعني ما زادتش من يوم 30 ومفيش زياده خالص بس هو اصلا مفيش سوق يعني اول في الاخر هو اصلا مفيش سوق في ركود جامد ركود يعني بقاله من ساعه رمضان يعني زي ما انت شايف السوق القطع الغيار موجوده عند المستورد موجود متاحة على طول متاحة ما فيش سوق هتلاقيها متاحة ومتراكراتها كمان وبأي سعر هيبيع لأن ما فيش سوق السبب في كده؟ السبب في كده ركود يعني وبعدين احنا من ساعة دخول الجامعات واحنا في ركود أكتر يعني الأول كانت ممكن تتحرك ساعة ما الجامعات الأسبوع اللي فات دخل فاحنا حسينا بيها ركود أكتر وحتة المرافق البلدية وبتاع مش سايبة حتى في كل سوق ده في الخريطة سوق توفيقية يعني المفروض هو يسيبنا ما بيسيبناش بيخش لحد جوه لحد المكان مكان المحلات وياخد البلدية جاية هو على الغفلة هو بيقول لك البلدية جاية بلدية يا أحمد